عدنا مشاهدينا نكمل فقرات برنامج سيدتي، ولكن هذه المرة مع الجمعة البيضاء. طبعا من 4 سنوات بدأنا نسمع عن الجمعة البيضاء، الجمعة البيضاء وفي أشياء ثانية حتتكلم عنها. طبعا أول شيء خليني أرحب بضيفي في الاستديو مع الأستاذ المدير العام لشركة سوق.com الأستاذ سليم حماد. أهلا فيك. حنتكلم أكثر عن أكيد. الجمعة البيضاء، لكن أكيد. بعد ما نشوف هذا التقرير مع بعض. شهر نوفمبر هو الشهر المفضل عند الكثير منا، بخلاف ان الجو يبدا يزين والاخلاق سوى. من اقوى الخصومات اللي بتكون بالسنه، غير كذا انا اللي اعرفها هي بامريكا الاصل، والناس بتقاتل على كل شيء، ملابس، كل شيء إلكترونيات، كل شيء مستخدم في الحياة. هو بشكل عام عن التخفيضات، صراحة سمعت فيها قبل فترة، يعني اللي هو تخفيض يكون جميع أنحاء العالم، يعني أو شيء يوم واحد تقريبا يكون فيه تخفيض بكل حاجة. في الشراء دائما نكون مجهزين فلوسنا. أعتقد هي في نوفمبر تكون عادة فيها تخفيضات كبيرة. خلاص بديت أشتري وبديت أجمع، وخلاص يعني شحنة قريبة بتقرب توصل. أي خلاص أي. هي عبارة يعني عن تخفيضات بشكل عام، أن أسواق البراندات العالمية تجيك تخفيضات بشكل عام من الأسواق، أغلب الأماكن تنزل تخفيضات في الجمعة البيضاء. ما ننسى أن بلاك فرايدي هو في هذا الشهر، واللي تطلقها العديد من مواقع التسوق الأونلاين، وتقدم تخفيضات كبيرة جداً قد تصل إلى 70% أو 80%. سوق.com هو أحد أهم وأشهر المتاجر الإلكترونية في الوطن العربي، وأول متجر إلكتروني عربي قام بإطلاق حملة عروض وتخفيضات سموها بعروض الجمعة البيضاء، واللي راح نستمتع فيها ابتداء من اليوم 22 نوفمبر إلى 25. ونحب نذكر أن هذه السنة هي السنة الرابعة لهم. الكثير والكثير من العروض في سوق.com لعام 2017. أول حاجة أنا بعرف ايش هي سوق.com، لو تديني نبدا عنها وايش العروض اللي بتسووها للجمعه البيضاء. اول شيء بدي اشكركم لدعوتكم لليوم، احنا سبيشالي ببرنامج سيدتي دائما شركاء مع بعض بعروض الوايت فرايداي والجمعه البيضاء. اهلا. عن سوق.com، احنا سوق.com اكبر موقع تجاره وتسوق الكتروني عبر الانترنت. بنوفر بسوق.com اكثر من 8 مليون منتج، بتشمل الالكترونيات، المواد الاستهلاكيه، الأزياء والموضة، الصحة والجمال، خصوص السلع الخاصة بالطفل، مواد رياضية. بزور موقع سوق.com أكثر من 50 مليون زائر شهريا. نعم. طبعا هذا الرقم يعتبر رقم كثير كبير طبعاً، مقارنة مع المواقع الإلكترونية الأخرى في المنطقة، وحتى المواقع التجارة التقليدية والمراكز المولات التقليدية. جميل. معظم زوارنا طبعا من المملكة العربية السعودية ومن دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مصر ومن دول الخليج. جميل. وفرنا بسوق.com تجربة ملائمة وتجربة مريحة وآمنة للمشتري عبر سوق.com. وفرنا خدمة الاسترجاع، فإذا أنت طلبتي على سوق.com وما عجبك الآيتم تقدر تسترجعي. وفرنا طرق دفع آمنة، بيقدر المشتري يشتري ويدفع عند الاستلام. لما يوصل الايتم لعنده يتاكد هذا الايتم بده اياه فيدفع. وفرنا كمان الدفع عبر الانترنت وبطاقات الالكترونيه، خدمات الدفع الالكتروني وخدمات الدفع اللي هي اللوكال في كل بلد، زي ما تعرف في بيمنت جيت واي خصوصي لها، فوفرناها برضه على سوق.com. فبنحاول بسوق.com دائما نفكر في العميل الخاص فينا، هاي هو اهم شيء بقلنا سوق.com، فبنوفر له احسن العروض واحسن الاشياء اللي تلائمه ليقدر يشتري بطريقه ملائمه ومريحه له. عن تجربه، انا يعني في منتج معين ما الاقيه الا من هناك، لان كنت في الامارات فعلا، يعني حقول لكم عليه بس بعد الهواء. ما ينفع اقول الان. عن تجربه فعلا، يعني السرعه في التوصيل، وانا كان اريح شيء بالنسبه لي اني ادفع كاش وقت ما توصلني الطلبيه اني ادفع يعني. ف
فيعطيكم العافيه. الله يعافيك. طيب بما اننا بنتكلم عن الجمعه البيضاء، معروف في امريكا انه في شيء اسمه بلاك فرايداي. yes. انتم حولتوها خليتوها الجمعه البيضاء. صح. كلمنا عن ده الموضوع اكثر. الجمعه او بلاك فرايداي بلش في امريكا في 1952. طبعا ليه سموه الجمعه السوداء؟ لانه كان في بهذاك الاسبوع اللي هو بيكون باخر ويكند باخر اسبوع في شهر 11 نوفمبر اكزاكتلي. بصير كل الناس بيكون تستنى بهذا الاسبوع اللي هو بتلازم بموسم اعياد عيد الشكر. صحيح. واكثر اعياد وبيكونوا يجهزوا لمواسم نهايه السنه. فالكل كان معظم المتاجر التقليديه كانت تعمل خصومات كبيره بهذا الجمعه بهذا الويكند. يعني هي اخر جمعه في الشهر. اكزاكتلي. فسموه الجمعه السوداء لانه كانت ناس تصير كثير مشاكل في هاي الجمعه، ناس تنتظر بالادوار يتضاربوا على بعض ويصير كثير مشاكل، حتى صار كانت الشرطه والوزارات تكون تاخذ الحيضه والحذر بهذيك الاسبوع يكونوا جاهزين لاي مشاكل اللي تصير في الجمعه السوداء. بس الحمد لله في سوق دوت كوم انتم ايش سويتوا؟ اكيد شو سوينا احنا بسوق دوت كوم؟ فكرنا انه نسميها البلاك فرايداي نسميها الجمعه السوداء مش مناسب لعاداتنا وتقاليدنا. صحيح. لانه احنا يوم الجمعه عندنا يوم ويكند. اكزاكتلي. يوم عائلي، يوم للجمعات للاصحاب نطلع مع بعض، فانه حكينا جمعه سوداء بتعرف الاسود مش كويس بمجتمعاتنا فسميناها الجمعه البيضاء. ومن هون كنا احنا الرواد بسوق دوت كوم انه اطلقنا موسم التخفيضات الجمعه البيضاء في المنطقه في كل الريجن. فاذا بتلاحظ كثير صارت اسواق تعرف وناس كثير تجار صاروا يستخدموا الجمعه البيضاء. ايش بتستخدم الجمعه الزرقاء اللي بنقرأها. سو من مبدا سوق دوت كوم فكنا سوق دوت كوم احنا الرواد في تسويق. خليتوها اونلاين عشان ما تصير مضاربات. الحمد لله وفروا علينا الهجوم ونوقف كيو طويل. يعني احنا بنتكلم على بكره. لا احنا بلشنا اوريدي. انتوا اوريدي احنا لايف بلشنا من امبارح الساعه 12 بالليل. ايوه موجودين هلا لايف. عروضنا كلها لايف بيقدر كل يعني اليوم بعد الهواء لحق نفسي. يعني المدة قد ايش حيكون؟ كم يوم؟ الى يوم 25. لغايه يوم سبت لغايه يوم 25. يعني الحلو فيكم مو بس حددتوها بواحد يوم، يعني خلصتوها حددتوها اربع ايام وحتكون التخفيضات قد ايش؟ 70% 80% 80% على منتجات جديده، على منتجات موجوده الان في السوق. ايش احنا انت بجد كنت بجد امس يا جماعه؟ ايوه لانه احنا فعلا حاضرين كلنا متابعين. انا متحمسه للموضوع، يعني قد ايش انه بتوفروا انه الناس حتتجنن اونلاين. طبعا حيكون في ضغط على الموقع على النت. احنا وفرنا هاي السنه اللي بميزنا هاي السنه وفرنا سلع جديده. عرفتي كيف؟ وفرنا اكثر من 500 الف عرض خلال الوايت فرايداي. هاي العروض بتوصل اب تو 80%. طبعا هاي العروض بشراكه مع اكثر من 16000 براند علامه تجاريه موجودين بسوق دوت كوم بخلال الموسم. اذا بتطلع على العروض اللي وفرناها هاي السنه مقارنه مع السنه الماضيه كبرنا اكثر من 50 مره. أيوة. تخيلي. فاكيد بهمنا للمشتري تاعنا وللعميل سوق دوت كوم انه يتوفر عنده احسن عروض باحسن اسعار. طب بحكم خبرتك ايش اكثر السلع المطلوبه خصوصا اللي تميز، يعني اللي تتميز انه السيدات هم اللي بيطلبوها اكثر شيء؟ طبعا هلا السيدات في عندك اكثر. طبعا في السيده، خلينا نبلش من الام. الام اذا هلا ببلش على الوايت فرايداي ممكن تشتري لمده سنه. أي. الحفاضات كل الاشياء اللي بتلزم للطفل، وايبس وكل هذه الاشياء من هون لسنه راح توفر. يعني راح يكون، انا متاكد بوعدها انه زوجها راح يكون كثير مبسوط لانه راح تعمل سيفنج كثير رهيب اذا بتشتري عن سوق دوت كوم. فعليا سوري على المقاطعه سليم، لكن انا مره واحده من صحباتي كنت بشتغل معها في الشركه، جايتها طلبيه على المكتب. فقلت لها ايش ده؟ قامت قالت لي طالبه طلبيه من سوق دوت كوم. فعليا يعني قام تاخر ايش طالبه من سوق دوت كوم؟ على بالي ملابس، شيء الكتروني. والله يا جماعه بتفتح حفاضات. ايوه yes. يعني لانه بيعملوا عروض حلوه. yes. يعني متلاحظي فرق السعر هذا يعني بيفرق مع الواحد، خصوصا من واحد بده يشتري كميات كبيره. exactly. فهو موفر على حاله. سو هذا بالنسبه للام اذا بدها خصوصا كل ما يلزم طفلها موجود على سوق دوت كوم، حتى اشياء لوازم طفل من حليب من اشياء ثانيه كلياتها موجوده على سوق دوت كوم. اذا بنطلع على الصبيه وحتى على الام بتلاقي في احدث واخر تشكيله للشنط حقائب. طبعا في كثير براندز وعلامات تجاريه مشهوره موجوده على سوق دوت كوم.
أحذية، في أسعار، في يعني شنط عفوا كمان بيقولوا لنا في الكنترول أنه هي أصلا معروفة برا مرة مرة تقريبا مرة غالية، ثلاثة مرة 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 غالية وصلت. لا رح تكون مرة واحدة غالية، أنت أقل، أنت نص مرة exactly. يعني مش غالية أبدا exactly. يعني ماركات عالمية أصلية 100% يعني على 200-300 ريال، يعني أنت تتكلم عن فرق كبير في السعر exactly. كله موجود متوفر وأصلي طبعا. سليم، عرفنا كمان أنه أنتم صرتوا متعاونين مع إحدى كمان الشركات الكبرى المعروفة أيضا في عالم تسويق عبر الأونلاين، لو تحكينا أكثر. So, بشهر 5/2017 بهاي السنة تم استحواذ شركة أمازون اللي هي أكبر شركة تجارة إلكترونية في العالم على سوق دوت كوم، وتمت التكامل، تم ترقية وتجديد اللوجو لسوق دوت كوم، إذا لاحظتوا بأول الشهر 11 صار شركة تابعة لأمازون. هذا الدليل على الملائمة والاتفاق على الخطط القادمة والخطط الاستراتيجية بيننا وبين أمازون، اللي هدفها أهم إشي أن العميل تاعنا هو العميل تاعنا رقم واحد، وهذا هو نقطة الاهتمام لإلنا ولأمازون. فكل خططنا إحنا وأمازون متفقين لتقديم أحسن خدمة للمشتري تاعنا. هو من المعروف أنه سوق دوت كوم من أكثر المواقع مصداقية وأمان حتى في مسألة العرض والشراء، كمان بالإضافة إلى ذلك زدت عليها أمازون، فصارت الثقة بدل الواحد اثنين. صحيح فعلا، يعني إذا أحد مثلا يكون يقول لك مصداقية مضاعفة، مثلا مو شرط، مو أكيد مثلا الماركة هذه أصلية 100% صح، لكن الحين يعني كمان دخول أمازون في الموضوع خلى المصداقية لكم أكبر وأفضل ما شاء الله. طب لو تحكينا كمان عن الأشياء اللي بتعرض في الجمعة البيضاء. أنا أتوقع الأشياء الإلكترونية يا يس الأشياء الإلكترونية هذا قاعد استناها لانه اوكي سو الاشياء الالكترونيه طبعا موجوده اخر اللي ما توصلت اليه الالكترونيات والتكنولوجيا، من موبايلات، تابلتس، كمبيوترز، برينترز، تي في، تلفزيونات. تعرفي هلا الكل بجهز لكاس العالم في المملكه هون وحتى في مصر، فالكل انه بتطلع انه يعمل ابجريد للتلفزيون تاعه، فهلا احنا عاملين اكثر احسن العروض برضه للتلفزيونات. سو كل المواضيع الالكترونيه اخر ما توصلت الى التكنولوجيا موجوده بسوق دوت كوم بهاي الجمعه طيب. البيضاء حلو. طيب كنت ابغى اسالك كمان، كيف بتشوف مثلا الطلب هنا في السعوديه مقارنه بالامارات؟ اوكي سو تعتبر السعوديه هي من اكثر الدول في المنطقه اللي فيها نمو نسبة التجارة الإلكترونية. سو نسبة التجارة الإلكترونية لنسبة تجارة التجزئة في المملكة العربية السعودية بتشكل تقريبا، أو في المنطقة خلينا نحكي، أقل من 2% تقريبا 1.5% 1.5%. هاي النسبة مقارنتها مع النسب عالمية في أمريكا بتوصل إلى 16-17%. فهذا بورجيك كتير بوتنشل لنمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. الإشي اللي بميز المملكة العربية السعودية إنه نسبة استخدام التجوال الذكي اللي هو السمارت فون 76%. هاي النسبة عالميا تعتبر كثير عالية، يعني انه نعتبر احنا كمملكة عربية سعودية ثالث بلد في العالم. فهذا بعطيكي فرص لنمو التجارة الإلكترونية. غير هيك طلعي على شبابنا في المملكة وعلى حتى الصبايا، كلياتهم يعني هلا دائما بايدهم الموبايل، بتشيكوا ايش اخر التطورات، كل حياتهم صارت مرتبطه في الهاتف المحفوظ. فعشان هيك سوق دوت كوم ركزنا كثير على الابلكيشن تاعنا. بس طلع الابلكيشن تاعنا متوفر عليه كل الخدمات، يعني بيقدر المشتري هلا او المشاهدين ينزلوا الابلكيشن يقعد يتسوق على كل شيء. يعني الان موجود، كل الناس متجهين على التسوق اونلاين، وخلاص صار الاونلاين هو اللي مكتسح الان كل حاجه. يعني كلمنا عن اهتمامكم بالعملاء، يعني انا اللي اعرف انه طريقه الدفع بتكون مختلفه. كيف بيكون العميل عشان يرتاح في طريقه الدفع؟ ايش الطريقه اللي بيتبعها العميل او الخيارات اللي عنده؟ اهتم فريق عملنا بالفترة الماضية خلال الأشهر، بتعرفوا إنه الجمعة البيضاء ما بتصير يعني بتم تجهيز لها لأكثر من شهر ماضي. سو اهتمنا بتجربة لنوفر أحسن تجربة للعميل تاعنا. فأحسن تجربة وفرنا خدمات دفع آمنة. سو في أكثر من خدمة دفع زي ما حكيت قبل، إنه في خدمة دفع عند الاستلام، في عندك خدمة هذا أهم شيء. أنا آسف إني أنا بس بقاطع، لكن ده أهم شيء، لأنه أنا واحدة من الناس اللي مستحيل أدفع إلين ما يجيني الطلب وأشوف. بعد ما عندي خبر كثير حلو لك اللي هو هاي السنة طلعناه، بس طلعناه في الإمارات وإن شاء الله من هون لأول سنة راح يكون موجود في المملكة العربية السعودية. إنه راح توصلك السلعة لعندك وراح تدفع عن طريق بطاقتك الإلكترونية. سو إذا ما كان معك كاش بوصلك الدرايفر، وما يعني معك كاش مع المشين فهو راح تدفع أنت خلال بطاقتك. ليه بدأتوا في الإمارات؟ لانه راح نبلش انا فعليا سليم والله ما امزح معك، انا واحده ما اروح السوق
يعني انا دائما اشاهد بندوي على الناس زيك عبير. يعني انا مره ترى كاستمر مره مهم بالنسبه لكم، يعني لازم تحافظوا علي رجاء لا تزعلني. من هون لاول السنه ان شاء الله راح يكون عندنا هالخدمه. وعندكم كمان ميزه ثانيه بالنسبه لتوصيل الطلبات. yes. كيف التوصيل؟ سو توصيل الطلبات في عندنا اكثر من نقطه توصيل. في عندك ممكن انك انت تختاري اذا الطلب مستعجل عليه بسرعه ممكن تحددي اقرب نقطه استلام لك اذا ما بدك توصل. ايش قصدك بنقطه استلام؟ يعني في عندنا شوبس، عندنا شراكات استراتيجيه مع شركات موجوده بالمملكه العربيه السعوديه. فانت بتشوفي انه هذا الشوب هو قريب على بيتك بيطلع على الماب. فانت بتختاري اذا بدك تستلميه اسرع بيجي تروحي تستلميه من هذا الشوب، او اذا بتحبي انه يوصلك لعندك للبيت او على المكتب او باي مكان. على المكتب فيه اكزاكتلي. طبعا وفرنا هاي السنه انه شحن مجاني لكل حدا بيشتري في المملكه العربيه السعوديه اكثر من 200 ريال. هو اكيد حندفع اكثر، اكيد حنشتري. احنا عشانك بالتقديم سو احنا حسبناها انه راح يكون راضيين كل العملاء تاعنا. في الامارات اذا بتشتري اكثر من 100 درهم، وفي مصر اكثر من 300 جنيه. عفوا هنا مره ثانيه كم؟ 200 ريال. يس حلو ممتاز. لا حلو. انا مره متحمسه يا جماعه، ابغى بصراحه ابغى اخلص الحلقه بس عشان اروح اسوي والله شوبينج. ما امزح. جريت راح تنبسط كثير. يس كمان يعني بحكم انه دحين احنا في هذه الفتره اللي هي الجمعه البيضاء الاربع الايام، ايش هي نصائحك للسيدات تحديدا ان هم اللي هذا؟ واكيد كثير من الشباب بيستنوا الجوالات وعروض التلفزيون زي ما كنت قاعد حضرتك تفضل وقلت. ايش هي النصائح اللي تقدمها للمشاهدين من خلال برنامجنا عشان يقدروا يستفيدوا من هذا العرض باي اكبر؟ سو اذا بنطلع خلينا نبلش في الجو. الجو برا برد كثير، بلش البرد في الرياض وفي جده بتعرف اخبار. ف يعني نصيحتي للمتابعين انه ينزلوا الابلكيشن وانت مرتاح تطلب تشوف كل تستعرض كل الايتمز الموجوده، سبيشلي اشياء بتخص المراه والموضه والجمال. عطور من احسن الاوفرز والبرفيومز موجوده في السوق كامل، موجوده على سوق.com. بتيجي بتستعرض وبتطلب المنتج وهي موجوده مرتاحه في بيتها وراح يوصلها الايتم اللي عندها. كمان انا يعني من سنين مش الان يعني محطه ايميلي، وكل بعد فتره بتجيني تنبيهات، وكل ما صارت في عروض بيجيني ايميل exactly. بكل العروض اللي موجوده. فيعني فهذا هو اصلا هي لما تنزل الابلكيشن شيء كان بتقدر تختار انه انا بصير يوصلني اخر الاخبار. ففي عندنا عروض كل ساعه بصير يوصلها كل ساعه اخر الاوفرز الموجوده. يعني أستاذ سليم حماد المدير العام لشركة سوق.com من جد نورتنا، ومن جد ما رح نضيع فرصة. والله من جد أسعدتني سليم. يعني أنت بلحظة ما تبغى تروح، مبسوطة أبغى أشتري. يعني أنا أبغى أشتري جوالين، فهذه فرصة مرة مناسبة لي يعني والوقت مرة مناسب. نورتنا وأكيد أكيد رح كلنا نستفيد من سوق.com والجمعة البيضاء. شكرا لوجودك. شكرا لكم. شكرا. مشاهدينا طبعا هنطلع فاصل، على بال كذا ما نشتري كم حاجة في الفاصل ونرجع ثاني. جريت ثانك يو. Have a my heart.